حافظ ما حافظ حاد الزرقاني حاد الزرقاني ما حافظ حاد الزرقاني زبايل الاحزاب محمد المياح راح ندخل المجلس محمد المياح راح ندخل حققنا امنيته تعال تعال دخل دخل قولوا ما يطب المحافظة هذا طب المحافظة هذا محمد المياح جبناه جبناه الأحزاب الفاسدة عمي الحكمة وسائرون والقانون والدعوة هاي تاليتكم شوفوها هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة قبل الدخول في تفاصيلنا لموضوعنا لهذا اليوم نود التذكير هنا مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا اليوم سيكون الموضوع مشاهدينا الكرام عن فساد السيطرات الأمنية في العراق المنتشرة في كل المحافظات العراقية هناك عمليات ابتزاز هناك جباية للأموال من أشخاص غير يعني قانونيين وكذلك الموضوع مرتبط بفساد القوات الحكومية التي سهلت لبعض المجاميع أن تتواجد في سيطراتها الأمنية وتقوم بعملية جباية أموال بدون أدنى وجه حق وهذا طبعا يؤثر على المواطن العراقي بكثير من الأمور سنتطرق لها إن شاء الله بالتفاصيل في هذه الحلقة لكن بداية هيئة النزاهة قالت إن هناك جبات أموال غير قانونيين في نقاط التفتيش الحكومية على الطرق الرئيسة في محافظة صلاح الدين أضافت الهيئة أن السيطرات ونقاط التفتيش الأمنية في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين تشهد انتشار جبات الأموال دون سند قانوني حيث يحصلون على مبالغ كبيرة من المواطنين باستخدام دفاتر إيصالات مزورة لافتة إلى أن ذلك يتم بمشاركة القوات الحكومية في تلك السيطرات هذه الجملة بحد ذاتها هي يعني إثبات أن القوات الحكومية مشاركة بالمفاسد الحاصلة في نقاط التفتيش السيطرات المنتشرة في أغلب المحافظات العراقية وهذا أيضا إن دل على شيء يدل على أن المعلومة عندما وصلت إلى هيئة النزاهة فهي قطعا متداولة بين أروقة السلطة وهذا يعني أن السلطة برئاسة الوزراء على علم بما يجري بشكل أو بآخر ومع هذا تستمر هذه الحالات وتستمر هذه السياسات المتبعة بالتضييق على المواطن العراقي دون إيقاف حكومي لهذه أو محاسبة أو ملاحقة قانونية أو معاقبة هذا الموضوع يتم في وضح النهار أمام عيون الجميع تتم عملية الجباية فرض أتاوى على المواطنين على التجار من لا يدفع لا يمر من خلال السيطرة وهي تنعكس بشكل أو بآخر على المواطن الفقير إن كانت من ناحية التاجر فهو يضطر إلى رفع الأسعار بعد أن يقوم بعملية دفع أموال مقابل عبوره للسيطرة لكي يعوض الخسارة في بضاعته وهذا ينعكس على المواطن الفقير الذي ليس باستطاعته أن يدفع الأموال للتاجر للحصول على البضائع هي حلقة حقيقة مستمرة مرتبط جزء بالآخر والدور الحكومي غائب بل هناك مشاركة في عملية المفاسد الحاصلة من فرض إتاوات وجباية من قبل القوات الحكومية معنا السيد محمد من هولندا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الله يسلمك بس مداخلة صغيرة محمد قائد نعم يعني ناجي أسلم عزيكم فضلان قائد الله بشاك نعم يعني كيف تسمع محمد يعني يوم اختار الله في يوم الجمعة نعم عبارة شكرون البعيد عبد القبض يعني نعم أحسن الله كان حبيب العراق نعم وكان دائما ينتقد الحكومة وهو اللي برنامج طلع بعيد الزكي سبحان الله كل ما ينتقد الحكومة من
رياضيين يقتل بالرياضة. يعني شغله يعني مبين يعني انا هم قتلوا طبعا صح ما توفوا لكن هم قتلوا. يعني انا وصلت قدنا طلبت ليش معاتب من العراق اللي هي احمد غازي وعلي عادي نعم اليوم ناظم شك الله يرحمه وسكنه بس يحزناته والله يكبر اهله ان شاء الله. نعم اما بالوضع بالعراق لا تستغرب يعني كل شيء بالعراق فاشل السيطرات كلها بيد الاحزاب يدخلون الاموال والاسلاح علم الحكومه طبعا هذا كلها فاشل والضحيه هو المواطن البسيط حتى بالحدود يعني مو بس سيطرات شلون تريد تضمن الحكومة أمن العراق وهي ما تقدر تسيطر على نقاط التفتيش اللي تمر من خلالها كل المفاسد من مخدرات من كحول من سلاح من متفجرات كل هذه الأمور تعبر من السيطرات الأمنية إذا دفع الشخص مقابل مادي شلون تريد السيطرة على الوضع الأمني إذا؟ ما قدرت بدليل موجود حتى الآن ما تغير شيء ما قدرت حكومة بس اسم حكومة ميليشيات هي سيطرة أخي محمد وعصابات إيران نعم. هذا واقع الحكومة ما لها يعني ما سوي شيء بس اسم حكومة على كامل لا يحل ولا يضبط نعم من يجل لي ما سوي شيء بس وعود ووعود أعطينا بس أسف يزور نعم. بالناس يفتقر بهم وما يسوي شيء نعم الحكومة فاشلة فهو الأساس يعني فاشل فكل البلد كلها فساد والأحساب هي عندنا البلد نعم أعطي عليكم تحية لكم شكرا جزيلا سيد محمد من هولندا معنا السيد أبو حسن من بغداد تفضل يا ابو حسن السلام عليكم اخوي محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله الله يخليك محمد عيني الله يسلمك بالنسبه للسيطرات هي دوله فاسده هي دوله رب الفساد زين هي السيطرات دا تنباع بفلوس يعني كل سيطره تجي من طرابين الى ان توصل للغزاليه كل سيطره لها سعر ما يطلب لك حاجه اذا ما تعطي ورقه ورقتين او ثلاثه أنا صارت بيها بس أنا مو من جيبي. نعم. طبعاً ما تطلع ما تطلب بحاجة إذا مو فلوس. نعم. فالدولة الفاسدة تخلق الفساد، تخلق الأمراض. نعم. أشياء هواية. يعني مثلاً كل سيطرة إذا ما تطي خصوصاً الخارجية. نعم. إذا ما تطي ما تعبر لو تنقلب الدنيا. يعني هي دولة قمة الفساد. يعني مثلاً المخدرات شلون طبت البغداد؟ بس أعرف. لو ما يعطون فلوس عشان ما عبرت. ويا احزاب مستلمه السلطه كلها لا حد يقول الكاظمي او وزير الداخليه او وزير الدفاع كلهم كتله واحده ومتفقين على العراق ومن زمان يعني من بدايه الاحتلال ولحد هاللحظه يعني لو اقول على شغلات والله تدوخ يعني هاي جابوا لنا الامراض وجابوا لنا كورونا وجابوا لنا داعش هذول ما ينتمون للعراق ابد ولا يعرفون العراق ولا عندهم غيره على العراق يعني الناس اللي تمسك بيها الامراض امراض اللي تمسك بيها وتدمرها نعم فهذول هم قمه الفساد، الفساد طيب. يخلق لك الموت، المرض ابو حسن هيئه النزاهه تقول انه هناك جبات اموال غير قانونيين في نقاط التفتيش الحكوميه بمحافظه صلاح الدين. يعني هل اكو شيء اسمه جبات اموال قانونيين وغير قانونيين؟ على اي اساس اصلا يدفع المواطن العراقي نظير عبوره من نقطه تفتيش معينه الى منطقه معينه؟ اخي محمد يسوون مشكله هي الدفاتر مال الوصولات وهم المسيطرين على الوضع نعم يسوون دفترين 10 15 دفتر خلاها يمه ويوم يخلص دفتر وكل وصل بهالقد مبلغ نعم. يعني ماكو شيء مافيات عصابات هو الاحزاب كلها مسيطره وكلها يعني مسيطره على الوضع وتخمط مثل ما حد فيها يعني انت ملزم بان اذا طلب حاجه نعم. لازم تعطي ما بيها كل مجال نعم. فهم مخلين العراق بين حانه ومانه وما يعرفون يعني شلون راح تخلص المشكله هاي نعم بشوف قصور بهم وسيارات كبيره وسيارات مرتبه وبيوت قصور نعم. بنو نعم. يعني عزيز القوم انذلوا وسفلت القوم صعدوا وهي هاي المشكله انا اشكرك يا ابو حسن لازم ينتبه نعم. للشغلات شكرا جزيلا سيد ابو حسن من بغداد معنا السيد ابو فيصل من السعوديه تفضل دام فضلك استاذ محمد مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا هي لك والقناة وكادرها الطيب تحيي ومكتب حياك الله بالنسبه للفساد استاذ بالعراق هو لا في دوله بالعراق هي عصابات وميليشيات
وهم هذول يشترون بالنقط، هم يدفعون فلوس اصلا اللي اكبر منهم علشان يشترون بهذه النقطه، علشان هذه النقطه هي مدخل كبير للتشريح. انه ما في جوده، انه رئيس الوزراء هو افسد خلق الله، يعني جاي وزير الداخليه افسد منه، يعني مجموعه تخمه هم كله حراميه كلهم فاسدين، وهم يحاولون بس ان يطولوا بالحكم علشان السرقات وليس لخدمه البلد، وهم شرار. ولكن نتمنى ان شاء الله ان ثوره تشرين سوف تقدمهم للمحاكم كذا، ونتمنى انه ما يفلت احد منهم من المحاكم، ولا المحاكم سوف يتحاكمون سوف ينتصر هذا الشعب، هذا الشعب لا يمكن يصبر على هذه العصابة البائسه التافهه هذه. وتخيل. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل من السعوديه. معنا السيد ابو زينب من النجف، تفضل يا ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا نعزيكم ونعزي العالم الرياضي وذوي الفقيد المرحوم اللاعب الدولي والمدرب السابق الاستاذ المغفور له ناظم شاكر. نعم. والله ان شاء الله يلهم اهله وذويه وجمهوره الصبر والسلوان. ثانيا اخويا محمد بالنسبه لهذا الموضوع. نعم. يعني احنا حتى لو نجي الى الشرع الاسلامي. نعم. كان في زمن الإسلام، لأن هذا نوع من أنواع التسليم. أن يقول لك كل شارع هو مباح، ليس هو شارع لأنه لغة هو مشروع المرور فيه. نعم. ما يجوز القطعة. حتى قبل الإسلام كان اللي يقطع طريق ويلزموه يصلبوه بمكان القطع. نعم. بمكان التسليم. وهذا عزاء إحنا حرنا، لا هي جاهلية لا هي شرع إسلامي. نعم. بعدين هذول شوف الإمام علي عليه السلام قال من أمن العقاب أساء الأدب. هذول آمنين العقاب، المفروض أنا على أبو حقوق الإنسان أرجع حكم الإعدام. لو حكم الإعدام بعده وسار المفعول ما تدخل إلا المخدرات، كان الدولة يمكن النظيفة الوحيدة بالعالم هي المخدرات. الآن أو آلاف الأطنان من المخدرات اللي أكبر الدول المستهلكة لا ما موجودة فيها. أصبح العراق مصدر الآن، مصدر للمخدرات. يا عظم البشر غيره. بعدين وصلت إلى فرض الأتاوات وفرض المبالغ أنه ما تعمر زين. المواطن شنو ذنبه؟ نعم. بعدين وين الجهات الأمنية اللي تقول إحنا مأمنين الحدود ومأمنين السيطرات داخلية بين محافظات وبين أقضية ونواحي ما مقبريها؟ لا ابو زينب، ابو زينب اضيف لك معلومه حضرتك يمكن ما انتبهت عليها. هيئه النزاهه تقول بمحافظه صلاح الدين هناك جبات غير قانونيين مشتركين مع القوات الحكوميه بالسيطره ياخذون فلوس من الناس. يعني القوات الحكوميه مو غافله عن الموضوع، هي مشاركه بالموضوع. هذا ندري به. وبعدين هي شنو بس محافظه صلاح الدين؟ في كل انحاء العراق. نعم في كل انحاء العراق. يعني اذكر لك شغله العام صارت على مود شغله المي والسقي كذا ما بين السماوي والديوانيه. نعم. يعني يجي مواطن مثلا من السماوي يمر على الديوانيه على النجف يريد يروح البرد عامله. نعم. يقرون هويته، سماوي يرجعون من السيطره. سيطره اهليه يعني مو سيطره حكوميه. نعم. يعني شوف الى اي منحدر احنا واصلين. واهل السماوي ايضا يسوون نفس الحال، يروح من الديوانيه للبصره. او للنافريه عنده فد شغله، عنده معامله، عنده زياره اقارب، ايضا يشوفون مع هويته. اذا تقرا ديوانيه يرجعوه. يا بلد احنا عمي بلد افلام كرتون، والله العظيم صرنا بهزله. طيب فعلى الحكومه انه تكثف يعني رجال امن حقيقيين ما منتمين الى احزاب. اي واحد. اي ثانيا ان تعيد حكم الاعدام، لانه هذول اذا يمنون العقاب يعني باكر عقبه يدخلون للبيوت. بس هو حكم الاعدام، حكم الاعدام موجود، حكم الاعدام موجود بالفعل، بس يطبق على الابرياء. حكم الاعدام بالعراق موجود، ما ملغي. يطبق على الجميع، ماكو هذا ابن عمي وابن خالي. احنا ندري انه ما يطبق بس على الابرياء، واللي من جماعه السلطه والاحزاب ما حد يطبق عليهم، ندري بهذا. نعم. بس هذا قانون، المفروض القانون يمشي على الاقل، انه تدحض الحجه من واحد يتقدم يقول انتم مو مطبقين القانون. واطلع انا بالتلفزيون
شلون هذول قبل كانوا يطلعوهم بزمن النظام السابق احذر هؤلاء ويطلعوهم المرتشي والسارق وقاطع الطريق وطلع انا اعلقه ساحة التحرير وابثها على كل القنوات وانا على ابو حقوق الانسان. طيب أنا اشكرك يا سيد ابو زينب من النجف. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. نحييك، الله يكرمك، نحييك ونحيي اهالينا ونحيي الثوره المجيده. الله يسلمك. واما سيدي بالنسبه لموضوع السيطرات، عارفين يا سيدي ان هم بيفتشوا الناس وبيسرقوا اموالهم. نعم. وسبب بالاديان وبالمذاهب، عارفين الكلام ده كويس. نعم. ومن زمان. بس تجار الدين طبعا زرعين في اذهان الشرطه وبعض عناصر الجيش كان الشعب عدوهم. يعني هو بيمسك خدمه في السيطره بيقول لك انا بامن، لا هو مش بامن، ده هو جاي بيكسر المواطن وينهبه. تحمل غنم يقول له نزل واحده للاسف فقدنا الاتصال مع السيد مصطفى من مصر، نشكره على المشاركه معنا. طيب، مصادر في مجلس النواب أقرت بانتشار ظاهرة الإتاوات بالسيطرات ونقاط التفتيش الحكومية وعلى الطرق الخارجية العامة بشكل يوازي الفساد المتغلغل في المنافذ الحدودية في العراق. لجنة الأمن والدفاع الحكومية النيابية قالت أن على مصطفى الكاظمي عدم التعويل على ملف الحدود وضبط المنافذ الحدودية دون السيطرة على الإتاوات المالية في السيطرات ونقاط التفتيش المؤدية من ديالى إلى بغداد وكذلك الطرق الخارجية العامة من محافظات لمحافظات أخرى داخل العراق. هناك سيطرات معروفة في العراق وطرق معينة موجودة في العراق معروف فيها الابتزاز بشكل كبير جدا. يعني طريق ديالى بغداد وبغداد الفلوجة وكركوك الموصل وأربيل الموصل وبغداد تكريت تعتبر هي أبرز الطرق التي تفرض بها الإتاوات عن طريق سيطرات أمنية، إن كانت تابعة للحكومة أو إن كانت تابعة للميليشيات أو إن كانت تابعة لأفراد. يعني هناك الآن في العراق طالما وجد السلاح وغاب القانون تستطيع أي مجموعة صغيرة حمل السلاح وتهديد حياة الناس، منعهم من العبور إلا بدفع مقابل مادي، والناس طبعا تدفع مضطرة لأنه تريد تعبر حتى تقضي أشغالها وأعمالها. قبل كم يوم عرضنا مقطع على مدخل مدينة النجف ويقول صاحب المقطع، طبعا هو حاول يصور الموضوع بقدر الاستطاعة بسبب خوفه طبعا لا يكشف التصوير، لكن أيضا وصل الصوت ووصلت الصورة. تم دفع مبلغ 25,000 دينار عراقي للعبور والدخول إلى مدينة النجف، ويتساءل هل ذولا هم أتباع الحسين؟ هل هذه هي النجف المدينة المقدسة اللي يتم بها العمليات؟ هذا حصل وأمام عيون الجميع ولا يوجد تحرك حكومي تجاه هذا الموضوع، بل الحكومة مشاركة بمعرفتها أولا وثانيا بأفرادها مشاركة بهذه السيطرات. طبعا المصدر قال لصحيفة العربي الجديد أن هناك نقاط تفتيش وميليشيات تتورط في عمليات ابتزاز وتقاضي رشاوى وإتاوات مقابل تسهيلهم مرور الشاحنات المحملة بالبضائع. من لا يدفع يجبر على البقاء ساعات طويلة وقد يكون ليوم أو يومين حتى تتلف البضاعة إن كانت لحوما أو خضروات وغيرها من المواد سريعة التلف. أضاف المصدر لصحيفة العربي الجديد بالعادة السائق يتصل على التاجر والأخير يبلغه بالدفع حتى تصل البضاعة، وتم اعتقال عدد غير قليل من المتورطين في عمليات ابتزاز التجار وأصحاب الشاحنات، لكن الحالة استفحلت. كما قلنا مشاهدينا الكرام، عندما يتم فرض إتاوة أو ابتزاز مالي معين في سيطرة معينة على تاجر أو من ينقل بضائع، يضطر التاجر إلى تعويض هذه الخسارة برفع قيمة البضائع، وبالتالي تصل إلى المواطن البسيط الفقير بثمن أغلى. هذا الموضوع كم سيطرة يضطر بها التاجر والسائق أن يدفع لتصل البضاعة من مناطق بعيدة على سبيل المثال، وبالتالي تصبح البضائع غالية جدا على المواطن الفقير، ولا يوجد تعويض حكومي لهذه الحالات، وبالتالي نرى عملية ازدياد بالفقر، معدلات الفقر في العراق، غياب القدرة الشرائية للكثير من العوائل العراقية بسبب هذا الموضوع. من معنا الآن؟ السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك. وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله متابعين قناة الرافدين. الله يسلمك. والرحمة على شهداء ثورة تشرين المباركة، وأيضا والرحمة على شيوخنا العظام ومنهم الشيخ المجاهد الكبير الفاضل المرحوم حارث الضاري.
أرسل الله جنات فسيحة. الله يسلمك. أستاذ محمد الله يخليك، بالنسبة موضوعكم لهذا اليوم لا ما يعني ما يتفارق عن مواضيع، هم سلطة الأحزاب، هم نفس الفساد اللي قاعد يجري بالعراق طيلة هاي الأسبوع 18 سنة، يعني ما يختلفون هذول عن هذول أهل السيطرات، هم نفسهم من ضمن الأحزاب ومن ضمن تخريب البلد اللي قاعد يقتلون بالشعب المظاهرين واللي سرقوا أموال الشعب، ما يختلفون عنهم، هم من ضمن نفس السلطة اللي جاي تحكم العراق أستاذ محمد. نعم. فالفساد في ما بينهم يعني كل واحد على شكل يقوم بعمله، منهم يستفزون العالم بالتهجير والقتل، ومنهم ما يجبرون المواطن انه على يعني دفع فتاوات في السيطرات وغياب القانون في العراق طيلة هاي الاسبوع 18 سنة. نعم. الحكم اللي قاعد يصير ما حد ماكو استاذ محمد يقدر ان يوقف هذه الحكومة وحكومة الاحزاب بشكل حكم عراقي يعني يستعد انه للسيطرات من ضمن خلال الاستخبارات الجهد الامني او الحكم فرض القانون، هاي الامور كلها مغيبه بسيطره الاحزاب على العراق. واللي قاعد يصير استاذ يعني ما هو احد محاسب لهم يحاسبهم عن دفع الفتاوات كل ساحنة مرورة، هذه ما يدل على نقدر نقول الفساد اللي قاعد يصير هنا طيلة أسبوع 18 سنة، فهذا تقريبا. طيب يعني سؤال سيد أبو عمر، يعني سؤال لو سمحت، يعني كل رئيس حكومة يجي يتحجج يقول أنا استلمت الحكومة تعبانة، استلمت الحكومة خزينتها فارغة، بها مشاكل كثيرة، العراق به مشاكل كثيرة، ليش يقبلون بالمنصب هم ما يقدرون يسوون شيء، ما يقدرون يقدمون شيء، ليش يقبلون؟ استاذ محمد هذه طبعا هذه كل شخص من يجي هو ما يختلف عن الشخص اللي قبله، هو نفس مهم من سلطة الاحزاب اللي جاي تحكم، فهذه اعذار مما يعني يخلي يسمع الشعب العراقي بانه يعني فتشي صعب للغايه بانه ان يقدم فتشي لهم، فيعني يخلي اللي قدام الفشل، هذا زرع الفشل في كلامه وفي وجوده، لكن لو ترجع في الداخل في ما يعني اللي قاعد يعملون هو اكثر من هذا، طيب اموال العراق اللي جاي تسرق، اللي جاي تنهب، اللي جاي تصدر للخارج على البيوت لهم وفلل وغيره وغيره اللي ما شابه، هاي الامور منو بشم من جاي تروح؟ مو مرفتهم سلطه الاحزاب اللي جايه تروح عبر يسرقون من الشعب، زين من يقول الخزينه فارغه، زين روح شوف الدول اللي امتلأت باموال العراق، زين خزينتنا خارج العراق هي تكون، خلي يحشون بال يعني بالشكل الصحيح، فليه يعني يحاولون يروغون على كلام بانه الخزينه فارغه، الخزينه فارغه اطلع من عندها حوفه، ايش عندك تمرط نفسك فيها يا اخي تحكم؟ يعني شيء يعني المنافذ الحدوديه، المنافذ الحدوديه تدخل للعراق بحسب اللجان الحكوميه من 6 مليارات الى 10 مليارات دولار سنويا، يعني عندنا دول مجاوره صديقه شقيقه ميزانياتهم السنويه لا تتجاوز 15 مليار دينار، واحنا بس من المنافذ يدخل لنا تقريبا من 6 الى 10 مليار دولار، يعني هاي الدوله اللي تقول خزينتنا فارغه، طيب ليش ما تتحرك؟ ليش ما يتحرك رئيس الحكومه للسيطره على هذه المنافذ، ايقاف عمليات الابتزاز بالسيطرات حتى تنتعش خزينه الدوله؟ استاذ محمد يعني لو كان كلامك العفو كلامك منطقي جدا يعني واضح، لو كانت الحكومه او اي شخص انه من يلاقي هاي المنافذ الحدوديه في مكان عمله، طبعا الدوله لها يعني عملها بشكل كامل يعني للشعب في مؤسساتها في خدماتها في يعني الواردات اللي جات تجي من عده سنويا، وكيف تستخدم هاي الواردات للشعب العراقي بحق الشعب العراقي بحق المواطن المسكين الفقير، يعني هاي الامور اللي كلها قاعده تصير اللي قاعد من سلطه الاحزاب ما زين اي شيء للشعب العراقي، كلها اعذار ودائما مسدوده بالوجه، اموالنا مطلوبه، اموالنا قليله، طيب. الواردات كذا قليله، هلقيت مبالغ يا دوب نسد حاجه فلان، يا دوب نسد حاجه فلان، طيب المواطن العراقي ليه ما تسد حاجته؟ ليه ما يكفي؟ يعني
يعني كلها بيغطوها امام الشعب العراقي ماكو. طيب السلاح اللي استخدموه يعني الاف الاطنان ملايين الاطنان هذا كله انهدمه في الموصل في المناطق الغربيه. نعم. والقوات اللي جت يعني من باقي دول تحت السوفيتي هذا السلاح وهذا الفلوس زين وين راحت لمن؟ طيب انا اشكرك سيد ابو عمر وصلت فكرتك شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا سيد صباح من بغداد تفضل يا صباح. السلام عليكم استاذ نرحب بكم قناتكم الكريمه. السلام ورحمه الله حياك الله. بالنسبه للسيطرات وموضوعكم على السيطرات وهاي العتاوات اللي يسميها رشاوي ياخذوها يعني هذا اصبح مرض مستشري بكل وزاره الدفاع والداخليه وحتى الاجهزه الامنيه من امن وطني ومخابرات وغيرها. نعم. كل العراقيين يعرفون لان عندهم اقاربهم سواق بالتريلات او غيرها او التجار واقاربهم يعرفون ان اي تريلا او اي بضاعه للمواطن يعني ما تمر من السيطره اذا ما يتم يعني دفع رشوه الى المنتسبين. ورئيس الوزراء يعرف ووزير الداخليه يعرف ووزير الدفاع يعرف وكل الوكلاء الوزراء يعرفون هالشيء وما يتنصب الضابط اذا مو يعني لازم يدفع رشوه يجمع من رشاوي السيطره ويدفعها الامر فوج وامر فوج يدفعها الامر لواء وامر لواء يدفعها القائد الفرقه. فالكل يعلم هالشيء والدليل على هذا الكلام ان كل السيطرات ما فد يوم لزمهم شكلوا مجلس تحقيقي منتسب او ضابط اخذ رشوه من مواطن يعني ما نفذ من القانون على اخذي الرشاوي. ليش؟ لان الدوله كلها مرتشيه. كل الدوله تعلم صدقني هذا الطابور من يقف السيطره واغلبيتها مواد غذائيه للمواطن او تجار قطاع خاص يعني ما لهم علاقه بالدوله وبضائع للمواطنين من مواد غذائيه وغيرها وخضره وغيرها يتم اعاقه دخولها الى بغداد وحتى المحافظات وبالذات المحافظات المنكوبه المحافظات السنيه. خالين بالسيطرات ناس وحوش ما يدخلوها يخلي لك الطابور يجي الضابط علي والله العظيم جت فتره يقول له اريد السره شوف ذيك التله والرايه ذيك يقول له اريد السره يقف لهم يسدون السيطره ويتم ايقافهم يومين وثلاثه واحنا شفنا اكثر من مقاطع على التواصل الاجتماعي لبعض السواق وهم يشكون معاناتهم ثلاث ايام واقفه البضاعه ما تدخل. ليش ما تدخل؟ شنو الاسباب اللي ما تدخلها وانت العراق احنا بتقشف وبازمه اقتصاديه وازمه ماليه وغيرها والسوق مختنق والناس قاعده على الطالب الطالب المفروض يعني اذا هم يفرضون الامن بهذه الطريقه ومسيطرين شلون بدها تدخل المتفجرات والمخدرات والسلاح شلون بدها تدخل؟ يعني المواد الغذائيه ما حد يقدر يدخلها الا يقف التريلا بالسيطره. لا زين المفخخات مثل ما قلت المفخخات والعبوات وهي الصواريخ اللي تملكها الميليشيات كلها تجي على الطريق الخاص ما حد يقدر يمنعهم. وحتى الخطف اللي يصير بين السيطرات والخاطف ينقلون به من السيطرات شلون بغداد مليانه سيطرات بين كل كيلومتر وكيلومتر اكو سيطره. زين من يصير تم خطف اي متظاهر او اي عراقي او اي شخص مقصود ومترصيله الميليشيات الطائفيه ويتم خطفه ويتنقل يقولون بي من منطقة إلى منطقة زين هاي السيطرات ما تحاسبة. زين أنتوا السيطرات تقدرون بس على الفقير على المواطن الفقير أو قوت المواطن الفقير يأخذون رشاوي من عنده بالنسبة هاي للسيطرات الداخلية. وصدقني بعلم وزير الداخلية ويعرف أنها كلها سيطرات مرتشية وأبو الاستخبارات يعرف وأبو الأمن الوطني يعرف كلهم يعلمون لكن كلهم تجيهم حصص بيها وساكتين يقول لك على مال من خلي استفادوا هي فرصة من علايم حنان فتلا وكيكو لازم يتقاسموا. أما المنافذ الحدودية احنا نعرف بالمنافذ الحدودية اكو مكاتب تابعة للميليشيات كل ميليشيا مثل ميناء البصرة والمنافذ الباقية بكل العراق كلها بيها ميليشيات طائفية تاخذ خاوات وعتاوات من كل التجار شي يطببون يدفع غصبا عنه يلا يدخل. شلون يريدون يبنون دولة ويبنون عراق على هيك دولة ميليشياوية دولة فساد وما تحاسب اي واحد ولا راح يتحاسب اي شخص على اي رشوة او فساد او غيره. ما حد يتحاسب الفقير اللي بايق له باكيت كلينيس او على مود شغلات بسيطة ينذبون بالسجون المواطنين. اما المنتسبين وضباط الموجودين بوزارة الداخلية والاجهزة الامنية ما حد يتم محاسبتهم. ليش؟ لان هم جزء من العملية الفاسدة وجزء من هذا الدمار اللي دمر البلد. انا اشكرك شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد. معنا السيد ابو حسين من الرمادي تفضل يا ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله. استاذ محمد هي بالنسبه هي دوله ميليشيات ما هي شرط السيطرات والمافيات والهذا هي كلها فاشله استاذ محمد. نعم. يعني ما عندنا نظام دستوري بحزب واحد
النظام الرئاسي ماكو، لان بلد فوضوي بيجي نعم. الميليشيات والاحزاب، لان ما حد ينضبط، ما في انضباط، وناس تستر على ناس، وهاي شغلات السيطرات ما حد نعم. يتابع. ليش ما حد يتابع؟ ليش؟ من اساسها يا اخي. مو المفروض هسه الوعود نعم. اللي بيعطيها مصطفى الكاظمي انه دا يريد يحاسب ويعاقب ويبعد السلاح عن الميليشيات ويخفف من التوتر الامني اللي صاير، وين هاي الوعود؟ ليش ما دا نشوفها؟ ليش دا نشوف بعد الموضوع من سيء الى أسوأ؟ استاذ محمد بالنسبه هم نفس الاحزاب، هم كلهم مصطفى الكاظمي وهذا كلها نفسيته، شو يسترون؟ ناس تستر على ناس. نعم. ماكو الا قلت لك نظام واحد بحزب واحد يلا يسيطر على هذا البلد. نعم. ولا كلها مافيات وناس تستر على ناس، وكل من يبوك ستر لي وستر لك، وناس مستعده ناس بالاحزاب بيناتهم، ماكو نعم. فايده يعني. نعم. انا اشكرك سيدي محسن من الرمادي، شكرا جزيلا. نذهب الان مشاهدينا الكرام الى فاصل، ومن بعده نعود. علاوي الحائط وياك، بس الابيض لا توصل لي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، تابعتم في ساحة التحرير في نفق التحرير كيف يتم تنظيف الطريق. هناك تحضيرات واستعدادات للموجة الثانية من ثورة تشرين بانتظار قدوم سنويتها الأولى، هذه الذكرى التي يستذكر بها العراقيون الدماء التي سالت نتيجة القمع الحكومي والميليشياوي المستمر، والتضحيات التي قدمها المتظاهرون الثوار للخلاص من هذا النظام، البرلمان، الأحزاب والميليشيات التي طغت على العراقيين منذ 17 عاما ولغاية اليوم. في رسالة لدينا، طبعا هناك رسالة، أحد الأشخاص أرسل رسالة قال أتمنى قراءة الرسالة رغم طولها. الموضوع نص الرسالة بعيد كل البعد عن موضوعنا عن حلقتنا، ولذلك أعتذر عن قراءتها. نقرأ رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل، يقول أستاذ محمد من خلال برنامجكم أتوجه باسمي ونيابة عن الوطنيين جيل اللاعب الدولي المرحوم ناظم شاكر، نعزي أهله وذويه ومحبيه، ونسأل الله تعالى له المغفرة والرضوان ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله الصبر والسلوان، والسلام عليكم. شكرا جزيلا وعليكم السلام. من معنا الآن؟ معنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا كلاميك يا أستاذ محمد، يا أبا أنا أريد أحكي وأشارك. تفضل. بالنسبة يا أستاذ أنت قلت الفساد حسب ما نسمع دائما، يعني إذا كان بيه فساد يا أستاذ، إذا نعم. كان بيه فساد مثلا، يعني ما علمتم إلا الآن فينكم يابا من زمان، فينكم يابا من زمان. والسؤال الثاني يا أستاذ يا محمد، متى يعود النازحين لأوطانهم ومناطقهم، ومتى تعمر بيوتهم المهدومة؟ وآخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج وللقناة، وشكرا. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. أسئلة مشروعة يسألها العراقيون كل يوم تقريبا في حياتهم العادية اليومية، يسألون هذه الأسئلة، يسأل النازحون هذه الأسئلة بينهم وبين أنفسهم، متى سنعود؟ الجواب إذا استمر الوضع على ما هو عليه لن يعود أحد إلى مناطقه، لن يتغير شيء، لن يتم محاسبة الفساد الفاسدين في العراق، لن يتم القضاء على الفساد في العراق إذا استمر النظام القائم بسياساته طبعا ونهجه المتبع.
النازحون ممنوعون بسبب الموضوع، أيضا مرتبط بقضية النازحين. الميليشيات والقوات الحكومية التي أيضا هي مسيطرة على سيطرات في المناطق المحافظات، الربط بين المحافظات، هي أيضا جزء من يمنع النازحين من العودة إلى منطقته. هناك ميليشيات مسيطرة على مناطق معينة مثل جرف الصخر، ميليشيا حزب الله تمنع النازحين منذ 6 سنوات من العودة إلى مناطقهم، بل حتى تمنع المسؤولين من الدخول إلى هذه المنطقة في محافظة بابل. هناك منع، هناك إهمال لملف النازحين، هناك إهمال لملف إعمار المناطق المدمرة، المحافظات المنكوبة. والجميع يعلم مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت الذي عقد، ويعني شاركت به دول عربية وقاموا بدفع أموال وعقود واتفاقات وكذا، لم يطبق ولم ينفذ شيء واحد على الأرض، وبقي العراقيون على حالهم. معنا السيد أبو مريم من البصرة، تفضل يا أبو مريم. أبو مريم نص صوت التلفزيون لو سمحت، ما تحتاج التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حمد الرسالي، الله يسلمك، حياك الله حبيبي الغالي. احنا نبي نقول الأقلام والأفواه ملت، بس نحكي باختصار. طيب، أنه إجا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ضمن الحديث، أنه قال له وما الإحسان؟ قال له عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. فلو إحنا كل تصرفاتنا ما نأخذ الرشوة أو ما نأخذ بهذه ملكات الفساد، نشوف الله سبحانه وتعالى ما فسدنا. نعم. هو عدم، نعم، عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى. لو بس نشوف الله قاعد يشوفنا ما أبوك. طيب، مو احنا دا نقول انه احنا محمد يقولون. نعم. اللي بالحكومه دا يقولون هذا الحكم اسلامي وانتم عايشين بحكم احزاب اسلاميه، احزاب دينيه. اشو الاحزاب الاسلاميه والدينيه ما بقى مفسده في الارض ما ارتكبت بزمنهم. هواي امورك واسماء على غير مسمى، اسماء على غير مسمى. نعم. اكو ذريعه. نعم. يعني ذريعه او تستر. فاحنا نعم. خلينا من الدين بس الإنسانية، يعني الإنسانية، أنت شنو من بشر تأكل وتشرب وتنام وتبريد وكذا، وشعبك مثل ما تقول أنت محسوب إذا كنت بالمجلس البلدي أو بالصحة أو كذا، لازم تراعي الله سبحانه وتعالى. وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يا أخي. فهذه الاستفزازات والشغلات والرشاوي ومنهم شيوخ العشائر مع الأسف الأغلبية ولا عن الكل. نعم. اللي ما يطلع وياك خطوة إلا بمليون وبخمسمية. نعم. هاي المشاكل يعني نحكي منها. نعم. فجزاك الله خير وممنون. شكرا جزيلا سيد أبو مريم من البصرة، كلام مهم للغاية. لو يحطون الله بين عيونهم ما كان ارتكبوا هذه المفاسد. لكن السؤال هو أنه العراق يعيش في زمن، كما تقول الحكومات تصف نفسها والأحزاب، زمن الحكم الإسلامي، زمن الأحزاب الإسلامية. طيب، أشو الأحزاب الإسلامية بالعراق سخرت أدواتها أفراد وعناصر إن كانوا بالدولة أو يحملون سلاح لخدمة المصالح الشخصية والحزبية وإضعاف الدولة والضغط على المواطن وإرهاب المواطن وسرقة أموال المواطن والمال العام. الأحزاب الدينية سمحت بسيطراتها الأمنية بدخول السلاح والمخدرات والكحول. ومعروف في بغداد من هي الأحزاب الدينية التي تسيطر على البارات والملاهي الليلية وغيرها من هذه الأماكن الموبوءة المشبوهة. طيب، أشو في زمن الأحزاب الدينية ترتكب كل الموبقات والمفاسد. طيب، واحد يعني شلون يريد يعيش بزمن حكم هكذا أحزاب وهي تصف نفسها بأنها أحزاب دينية؟ هكذا يقول السيد أبو مريم من البصرة عن موضوع أنه غياب الدين وغياب الحقيقة يعني النفوس النظيفة من يتعاملون الآن في الدولة وفي إن كانت في السيطرات الأمنية أو إن كانت في مفاصل الدولة بشكل عام. طبعا علي الدايني هو رئيس مجلس محافظة ديالى أيضا في تصريح لصحيفة العربي الجديد
قال بأنه هناك عملية من القوات الأمنية قامت باعتقال عدد من المتورطين بالابتزاز لأصحاب الشاحنات النقل في حاجز تفتيش في المحافظة يعرف باسم منفذ الصفرة. طيب وإن كان هذا الكلام هو كلام إعلام، لم يرى المواطن العراقي تطبيق على الأرض، لم ينتهي المواطن العراقي من مشكلة السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة التي تبتز المواطن كل يوم عند الدخول والخروج، يدفع المواطن العراقي نظير العبور. لن تحل هذه المشكلة في ظل وجود هذا النظام، ولم تحل، وهذا ما يحصل الآن هو مجرد تصريحات إعلامية من المسؤولين بالنهاية لا نتيجة حقيقة مرجوة من حكومات ما بعد الاحتلال. يعني هذا السبب هو الذي دعا إلى خروج هذه الانتفاضة إلى ثورة تشرين التي تطالب بزوال كل هذه الأشكال وكذلك كل هذه السياسات الفاسدة المتبعة بالضغط على المواطن، إضعاف المواطن اقتصاديا، إفقار المواطن أكثر وإفقار الدولة بشكل عام. الآن نحن الآن من الدول مصنفين من الدول الفقيرة رغم غنانا بالثروات الطبيعية. السيد أبو محمد من السماوة، تفضل. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا. الله يخليك، الله يحييك أستاذ محمد. بالنسبة للفساد الإداري اللي صنعها هي بالتأكيد الأحزاب اللي جاءت بعد 2003 وحكمة العراق بصورة مباشرة. ومن شجع على هذه الأمور هم أكيد الأحزاب اللي تدعي نفسها أحزاب إسلامية، الأحزاب الشيعية بالدرجة الأولى. وللأسف على مر العصور هاي حقيقة للتاريخ، لما بحثنا ودورنا ولقينا بكل المصادر أنه الناس اللي تحكم وبالذات الشيعة للأسف دائما تاريخهم يتسم بهذه الصفات، أنه فساد إداري وحرمنة وسرقة واستنزاف لموارد البلد. سبحان الله، على مر العصور إذا نقرأ التاريخ اللي حكموا به نلقي هاي الصفات مترسخة موجودة عندهم بالحكم، ولو ما أريد نحكي إحنا بشكل طائفي ولكن مجبرين، هي هاي الحقيقة التاريخية. أبو محمد، كل العصور شهدت الصالح والطالح. يعني حتى نكون أيضا منصفين ونكون دقيقين في طرحنا. نعم، لكن أستاذ محمد هاي السمة والله موجودة، يعني للأسف مترسخة، فهاي السمة من سماتهم وصفة من صفاتهم، يعني ما ممكن نتخلى عنها. يعني ما سبق انتهى. احنا نتكلم بزمن بعد الاحتلال. صحيح، زمن بعد الاحتلال المفروض انه اجت بأحزاب وعدت العراقيين بكثير جدا من الوعود، ولا تزال كل انتخابات تعد العراقيين بحياة أفضل، لكن ما النتيجة؟ احنا اليوم بدنا نشوف سيطرات التفتيش وعمليات الابتزاز هي واحدة من الأسباب الرئيسية لرفع الأسعار على المواطن البسيط. قلنا قبل شوية أنه تصريحات من التجار ومن ناقلي البضائع سائقي الشاحنات أنه هو يكون مضطر يرفع الأسعار لأنه السيطرة تفرض عليه أموال يدفعها، فيحتاج يعوض هذا الفرق بالبضاعة اللي هو جايبها اللي هو مشتريها، وبالتالي تزيد على المواطن. صحيح. هاي الحلقة شلون يمكن القضاء عليها إذا عندنا نظام الأفراد والعناصر الأمنية هي المشاركة بعملية الابتزاز اللي يتعرض لها المواطن؟ نعم، يعني نقدر نقول حاميها هو حراميها للأسف. نعم. يعني هم الناس المثلون القانون يعني يرتكب هاي الجرائم بحق المواطنين العراقيين. فالمن تشتكي بعد إذا هو الحارس الأمين على الخزينة هو سارق، يعني شلون تقدر أنت بعد تأمن بحكومة هي أساسها ومنشأها تقوم على السرقة وعلى نهب أموال المواطنين؟ إذن إحنا نعيش في زمن شريعة الغرب. إذن ما الحل برأيك؟ يعني ماكو غير الثورة أستاذ محمد. نعم. مستحيل غير الثورة القوية اللي هي تكنس هذول الأحزاب اللي جذروا وتأصلوا، وبعد ما ممكن أنه خلاص نعدهم إلا بالثورة وقيام ثورة قوية عارمة، يعني من شمال العراق إلى جنوبه. دنشوف بعض الحالات وهو حق الناس، إحنا ما نقدر نلوم أحد، لكن يتساءل. والبارحة في حلقتنا كان هناك تساؤلات من مواطنين يقول اللي يطلعون يطالبون بالمي والكهرباء أو الوظائف
ويهملون الحق العام للمواطن العراقي بالحصول على نظام وطني يحكمه ويحقق له كل المطالب، ليش دولة يباعون بنظرة ضيقة للأمور؟ ليش يريد وظيفة ببلد تبتز الميليشيات والموظف بالدولة فاسد يريد رشوة ونظام صحي غائب ونظام تعليمي غائب؟ يعني وإذا حصل على وظيفة بعدين شو استفاد؟ يعني للاسف هي هذه النظره الضيقه اللي نقول احنا عنها. المفروض لشبابنا ورجالنا واطفالنا يثقفون ويتوعون الى انه مطالبهم وسقف مطالبهم يكون اعلى ويرتفع اكثر من هذا. المفروض يكون مطلب وطني بالبدايه، مو مطلب وظيفه او غيره من الامور البسيطه هذه. يعني انت جاي تفكر بس بنفسك، المفروض انت تفكر على مستوى أوسع، على مستوى وطني، مستوى استراتيجي للمستقبل، تنظر أكثر. وما تقدر تحقق هذه إذا ما تحقق الأول مرة الهدف الوطني، ومن بعدها راح تقدر تحقق الأهداف الآنية أو المادية والمعنوية. أنا أشكرك سيد لكن أبو بغير الهدف شكرا جزيلا لك سيد أبو محمد من السماوة، وصلت فكرتك وأعتذر لأن الوقت انتهى. قبل الختام مشاهدينا الكرام نذكر بترددنا الجديد، تردد قناة الرافدين هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.